وافقت الحكومة على قرض من دولة النمسا بقيمة 4 ملايين يورو لإعادة تأهيل قضبان وخطوط السكك الحديدية بفائدة 1% تسدد على 15 عاما. وفي هذا السياق قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن القرض يتضمن استقدام 4 ماكينات من الدولة ذاتها لإعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية، وأضاف أن الدولة تتبنى استراتيجية لتحديث إشارات السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من خط أسيوط بني سويف نهاية العام المقبل. وأوضح أيضا أن هناك نحو 1200 كيلومتر لم يتم تأهيلها أو تطويرها منذ زمن.